اهلا وسهلا، كيف انتم البنات؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يلقاكم بهذا الفيديو وانتم في احسن احوالكم. فيديو جديد على القناه كيف ما عودتكم دائما، كيف ما كتلاحظوا معايا كاين هاد التنسيقات جديده بالنسبه للمحجبات، تنسيقات خريفيه وكذلك لفصل الشتاء. كاين كذلك هاد التنسيقه هذه كيف ما كتشوفوا، الخراسه اللي كيجيو هيدا طوالين. بالنسبه للمعاطف الشتويه كاين هذا الموديل هذا اللي كيجي مع التنوره، نسقته هنايا مع التنوره، الصراحه كيجي راقي في اللبسه. بالنسبه للموديل الموالي كاين هاد البيج مغلوق، كذلك هاد النوعيه ديال المعاطف الشتويه، موديلات جديد او انيقه كيف ما كتشوفوا معايا. كاين هاد الاسود كذلك حتى هو كيجي بالحزام، موديل عصري. وكاين هاد الموديل هذا كيجي حتى هو تحت هاد النوعيه ديال الفساتين اللي كيجيو مجموعين من التحت، نسقته هنايا مع النوعيه ديال المعاطف اللي كيجيو طوالين. بالنسبه للموديل الموالي كاين هاد التنسيقه هذه بالنسبه للاحمر مع الاسود، وكاين كيف ما كتشوفوا هاد النوعيه ديال الصراو اللي كيجيو واسعين وكيجيو طوالين، صراحه هما لي طوندونس هاد الموسم. بالنسبه للفساتين اكيد جبت لكم هنايا فساتين جديده عصريه، كاين هذا الموديل هذا كيف ما كتشوفوا الوينات اللي طوندونس، الوينات مختلفين، هادو كيجيو واسعين. هاد الموديل هذا البنات اللي كان طوندونس في الصيف باقي طوندونس في هاد فصل الخريف والشتاء كذلك، انما هو بالتويبات اللي كيكونوا هيدا سخيخنين، تويبات اللي كيكونوا خريفيين كيجيو هيدا بزضيفات نص الطوق، وكذلك بالحزام كيجيو واسعين وفضفاضين. بالنسبه للمعاطف كاين كذلك هذا الموديل هذا اللي كيجي مع الفستان، صراحه هادو كيجيو مزيونين في اللبسه البنات كيف ما كتشوفوا، راه كلشي واضح في الفيديو نتوما كيف ما كتشوفوا. هاد النوعيه ديال الفساتين كيجيو رائعين بالنسبه مع التنسيقات ديالهم مع المعاطف الشتويه. كاين هذا الموديل هذا في البيج، هذا بلون كاسي كيف ما كتشوفوا مع الصروه في اللون الاسود. وكاين هذا الفساتين كيف ما كتلاحظوا البنات كيجيو بجبادات غلاطين على النص، كيبانوا بحال الا لابسه التنوره، انما هذا موديل جديد بالنسبه للفساتين، كيجيو هيدا كاملين مزضيفه تحت لتحت، والكميمات كيجيو مجموعين. ها انتما كيف ما كتشوفوا الموديل ككل كيجيو بجياب على الصدر، وفيهم حتى هاد الماغو مغلوق، فيهم الوينات. هاد العام هذا خرج هاد الموديل هذا فيه الالوان، هاد النوعيه ديال الثوب كان فيه غير الاسود والماغو مغلوق، انما هاد العام خرجوا فيه الالوان كثيره. بالنسبه لهاد الموديل هذا حتى هو كيف ما كتشوفوا لونسومبل اللي كيجي هيدا السروال في صاله ديالو عاديه الفوقاني، كيجي على هاد الشكل هذا في صاله ديالو في صاله عصريه، وكيجيب الحزام كيف ما كتشوفوا معايا، وفيهم هاد الالوان، كاين الموف مغلق وكاين كذلك حتى اللون الاحمر. نسقته هنايا مع الشارف الكري. ومن ضمن هاد الموديلات اللي اقترحت عليكم اليوم جبت لكم بهذا الموديل الجديد، هو موديل عصري بالنسبه للفساتين اللي كيجيو هيدا بالحزام، فيهم هاد الموديل وفيهم كذلك هاد الموديل هذا، النوعيه ديال الثوب اللي مختلفه، انما موديل واحد في صاله وحده كيف ما كيبان لكم. الكميمات كيجيو مجموعين، والفصاله ديالو من تحت كتجيب التكريش مدور كيف ما كتشوفوا البنات في الفيديو. وكاين كذلك تنسيقات عديده بالنسبه لي زونسومبل، كاين هذا الموديل هذا حتى هو في بلون كاسي، كاين فيهم حتى عفوا الاسود، والصريولات كيجيو هيدا واسعين وعمليين، كاين الكريم مفتوح، كاين حتى بلومارين، وكاين فساتين حتى هما للمحجبات، فساتين خريفيه الصراحه كيجيو مستورين وانيقين للمحجبات. فكيف ما كتلاحظوا معايا يمكن لكم انكم تلبسوهم بالحزام، فيهم الابيض والاسود، وفيهم كذلك هذا الماغو مغلوق مع البيج، وفيهم حتى الاسود مع الكري مع الرمادي مفتوح كيف ما كتشوفوا هنايا، كاملين كيجيو بالحزام، انما كل وحده على حسب الاختيارات ديالها يمكن لكم انكم تلبسوهم بالحزام.
وبالنسبه للبنات اللي دخلوا جدادات وبغاو يتوصلوا بالجديد، البنات دائما كنحاول انني نذكركم قبل ما تخرجوا تشتركوا. طبعا الى عجبتكم القناه، الى عجبكم المحتوى ديال القناه وبغيتوا توصلوا بالجديد، تشتركوا وتفعلوا الجرس. جرس الاهميه ديالو هو انكم تختاروا جرس الكل باش توصلوا بكل فيديو كنزلو في القناه، توصلوا به في اشعارات ديال التليفون ديالكم. فمرحبا بالجميع، مرحبا بالبنات اللي كانوا معنا من قبل، شكرا لكم البنات على الدعم ديالكم وكذلك على لي لايكات ديالكم اللي كتشجعني انني نبقى نبحث وننزل لكم الجديد فيما يخص هذه التنسيقات التركيه موضة محجبات بصفة عامة. فيما يخص يعني بما أننا مقبلين على فصل الخريف، فحاولت أنني نجيب لكم هنايا موديلات خريفية وكذلك لفصل الشتاء. فمرحبا بكم البنات كاملين. فكيف ما كتشوفوا كاين هاد لونسومبل كيجي 3 بياس، سروا الفوقاني ديالو، وبالنسبة للفوقاني كيجي طويل. بالنسبة لهاد التنسيقات هادو صراحة كيجيو طب في اللبسه البنات، بالنسبه للمحجبات اللي كيبغيوها يدير شي حاجه مستوره. فاكيد كيف ما كتشوفوا كيف ما كيبان لكم موديلات، كنجيب لكم موديلات كاملين مستورين وانيقين في نفس الوقت. فكل محجبه يمكن لها انها تلبس داكشي اللي بغات على حسب الاختيارات ديالها. فكيف ما كتشوفوا كاين هاد لونسومبل في اللون الاسود والفوقاني كيجي طويل كيف ما كتلاحظوا هنا يا حبيباتي. كذلك كاين هاد السروال اللي كيجي واسع وفضفاض، كيجيو الصراحه مريحين في اللبسه هادو عن تجربه. بالنسبه لهاد الموديلات هادو السراو اللي كيجيو واسعين، واخا انكم لبستوا عليهم شي حاجه تكون قصيره انما كيجيو مستورين كيجيو واسعين. بالنسبه للموديلات كذلك التنوره، فكل وحده على حسب الاختيارات ديالها. كاينين البنات اللي كيبغيو هيدا التنوره احسن من السراول، انما السراول كيجيو مريحين في اللبسه وكيجيو عمليين اكثر. بالنسبه لهذا الموديل كذلك كيف ما كتلاحظوا هذا لونسومبل في الاسود مع الاورانج، وكاين كذلك هاد المعاطف اللي كيجيو طوالين، هيدا كيجيو بالحزام، يمكن لكم انكم تلبسوهم بالحزام كيف ما كيبان لكم هنايا. عفوا هاد المعاطف الشتويه فيهم الالوان، فيهم هاد الماغون مغلق وفي ديك البيج، وكيف ما كتشوفوا موديل كيجي روعه في اللبسه. كاين كذلك هاد النوعيه ديال الخراسه اللي كيجيو حتى هما بالحزام، كيجيو مفتوحين ومريحين في اللبس ديالهم. واكيد بالنسبه للون الاسود فكيف ما كتشوفوا كيجي كلاس في اللبسه في جميع الموديلات وفي جميع الفصول، فاللون الاسود دائما حاضر، واغلبيه ديال البنات يعني الذوق ديالهم كيمشي اللون الاسود. فكيف ما كتشوفوا هنايا هاد الموديل هذا حتى هو في اللون الاسود مع الجري، وكاين هاد الموديل هذا هنا يا حبيباتي. ما عليا غير انني نقول لكم مع السلامه، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.